ما هل انت متابع للسوشيال ميديا؟ بص يا عمر، مفيش حد ما بيتابعش السوشيال ميديا دلوقتي خالص، يعني جهاز اداري فني لعيبه اي حد، مفيش حد ما بيتابعش السوشيال ميديا، ان هي بقت جزء كبير من الحياه، مش لاي بني ادم عادي. يعني هو لو بني ادم، هو الواحد بيصحى من النوم، اي بني ادم عادي بيشوف تويتر وفيسبوك انستجرام اللي بيحصل في الدنيا، شفنا ايه. فمفيش لعيب ما بيشوفش، بس هي الفرق كلها ان انت هتقدر مش تفصل نفسك من الاراء اللي بتتقال عليك. في ناس ممكن، يعني الواحد ساعات بيبقى عامل ماتشات كويسه جدا وتلاقي الناس بتشكر فيه، وتلاقي اتنين تلاته طالعين كده ما تعرفش ما بيقولوا ايه، يعني في عكس اللي بيحصل. في ممكن الحاجات دي تضايقك. فانت طيب انت بقى عملت ايه مع، مش الاثنين ثلاثة، عملت ايه مع الكتير قوي اللي كانوا بينتقدوا كريم ميدفيد في الاول، وانت قدرت ترد على كل واحد كان بينتقد كريم ميدفيد بمستواك، ويعني بشكل كان اول مرة جمهور الاهلي يشوف كريم ميدفيد بالشكل الرائع ده. ازاي عرفت تعمل المعادلتين، تستحمل النقد وترجع لمستواك؟ انا لما جيت قعدت مع نفسي قبل ما مستر كارتروني يجي، ان هو كان في حته كده محدش كان شايفها قوي، ان مستر باتريس كان معايا في دجله، فكنت قلقان برضو من موضوع ان هو ايه اللي كان بيحصل مع كابتن حسام يرجع يتقال على نفس الكلام، ان ده بيلعبه عشان ده ابوه والتاني كان بيلعبه أيوة في عايزك دجله. تتكلم كده وتقول بقى الكلام اللي كان بيتقال على السوشيال ميديا، ان كابتن حسام ده كريم ده ابنه فبيلعبه في اي وقت من الاوقات. وخفت برضو نفس الكلام ينطبق الناحيه التانيه برضو، مستر كارتيرول كارتيرو لما يجي يبقى نفس الكلام اللي مستر كارتيرول كان بيلعبني في دجله. بس اللي حصل كله كان عكس التوقعات. بس انا كان ليا هدف لنفسي السنه دي، يعني انا كنت فاكر ان مستر كارتيرول عشان عارفني وعارف طريقتي وعارف شخصيتي، فهيبقى ايه الموضوع اسهل شويه، ان هو ممكن يديني اسرع. يعني طبيعي برضو ان يبقى اي مدرب بيجي في فرقه محطوطه وفي قوام موجود، عشان التغيير فيه بيبقى صعب شويه او بياخد فتره كبيره شويه، فكنت مقتنع ان هو هيديني الفرصه دي اسرع من كده. فكنت بس في واحدة كريمة.